فكان الناس يجلسون إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون: وما دعوتك؟ ما الدين الذي جئت به؟ فينزل إليهم ويحدثهم عن دينه وعن شريعته وعن قرآنه، فإذا بهم يهتدون إلى الإسلام. لذلك الله عز وجل قال: ولقد استهزئ برسل من قبلك، أي إياك يا محمد أن تحزن عندما يستهزأ بك، إياك. فهذا أمر شأن المتخلفين في كل زمان ومكان، بدل أن يناقشوا الأفكار، بدل أن يأخذوا الشريعة، الواجب الآن هو ماذا؟ هو أن تؤخذ هذه الشريعة الإسلامية وأن تناقش وأن ينظر فيما دعت إليه هذه الشريعة وفيما يدعو إليه المعارضون والمخالفون لها، ثم ننظر بعد ذلك أيها أهدى سبيلا، هل ما يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم أو ما يدعو إليه المعارضون له والمحادون المشاقون له. محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الإله، محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى عبادته، أي عبادة الله، محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى مكارم الأخلاق، يحارب الظلم، يحارب الطغيان، يحارب الاستبداد، يدعو إلى البر، يدعو إلى الإحسان، يدعو إلى العدالة فيما بين الناس. هذه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بدل أن يناقش الناس هذه الدعوات ويبين حقائقها، فإنهم يلجؤون إلى الاستهزاء وإلى السخرية. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هود، وهود جاء بعد نوح، هود عليه السلام أيضا استهزأ به قومه، وفي نهاية المطاف بدل أن يناقشوا ما كان يدعو إليه قالوا: ما نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. سخرية، استهزاء، بمعنى أنهم لم يصلوا إلى أن يناقشوا فكريا ما يدعو إليه، فقالوا: ما نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أي فيك شيء من المس، نرجو أن تعالج نفسك. فقال هود عليه السلام: يا قومي، في سورة الأعراف، يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي، أي ناقشوا الرسالة، دعكم من التهكم ومن الاستهزاء، ناقشوا الرسالة التي جئت بها وانظروا إلى. تعرفون لماذا يستهزأ بالإسلام اليوم؟ لأنه الدين الذي يقاوم، لأنه الدين الذي يثبت جدارته في الأرض أمام الناس اليوم، بعد أن فشلت الأطروحات الأخرى، بعد أن فشلت الأطروحات البشرية، وحتى ما ينسب إلى الله من ديانات سماوية بعد تحريفها، لأنها طرأ عليها التحريف والتزوير، فلم تعد قابلة لأن تطرح أمام الناس للمناقشة، بينما الإسلام هو الذي يكتسح، لا يكتسح بقوة، لا يكتسح بعنف، الإسلام لا ينتشر بالعنف أبدا، وإنما الإسلام ينتشر بالفكر. أليس القرآن الكريم هو الذي جاءت فيه آية قرآنية يقول الله عز وجل فيها: قل إنما أعظكم بواحدة، واحدة أي أرجو منكم رجاء واحدا، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. هذا هو منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الذي يجب الآن والذي ينبغي هو أن ينبري المثقفون من كل الثقافات والمفكرون، وتعقد الندوات والحوارات حتى لا يترك المجال للمتعصبين من هنا أو هناك. هؤلاء يسخرون، وهؤلاء يفجرون، وهؤلاء يردون، وهؤلاء يردون، في غياب العقلاء من كل الأطراف الذين يناقشون القضايا. هذا الإسلام لا يريد من الناس إلا أن يتركوه من أجل أن يطلع عليه الناس، فإذا قبلوا به أخذوا به، وإذا رفضوه فلهم ذلك. الإسلام لا يفرض نفسه على الناس، الإسلام في بصريح العبارة يقول: لا إكراه في الدين، ويقول: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لكن لا ينبغي أن تنحط البشرية
وتعود إلى عصور التخلف والانحدار، بحيث تستهزئ بديانات الآخرين وتستهزئ بمقدسات الآخرين.